في إطار محاربة الجريمة المنظمة عبر إقليم ولاية وهران، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيد البشير من تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري. العملية جاءت بفضل الاستغلال الأمثل لمعلومات أمنية مؤكدة مفادها وجود رعايا مغاربة مرشحين للهجرة غير الشرعية بأحد المساكن بقرية سيد البشير بلدية بيرجير، حيث يقوم صاحب المسكن باستقبال المغاربة وإيوائهم والتخطيط لنقلهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى. على إثر ذلك تم إعداد خطة محكمة، وبعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلوسن تم مداهمة المكان وتوقيف المعنيين واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. العملية أسفرت عن توقيف 11 شخص تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، من بينهم 10 موقوفين من جنسية مغربية. تم حجز مبلغ مالي قدره 545 يورو و390 درهم مغربي، 10 جوازات سفر وهواتف نقالة. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشكوك فيهم أمام النيابة المختصة حول الشروع في تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، محاولة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، إيواء الأجانب بدون رخصة.